مرحبا واهلا وسهلا فيكم عن جديد بمطبخي مطبخ امال غنام سمان. ومثل العاده كمان وصفه جديده اليوم. اليوم اكلتنا كثير طيبه واكثر العالم بتحبها وهي مميزه شويه، الكفته بالصينيه. هيدي الاكله كثير كثير بحبها، انا من عشاق اللحمه هيدي الكفته. خلينا هون نبدا بالمكونات تعيت الكفتة. هون انا مستعملة لحم غنم، مستعملة 3 واق لحم غنم. فيكن انتو تستعملوا كمية حسب ما انتو بدكن وقديش انتو بتستهلكوا. انا هون اللي بعتقد بزيادة علينا لانه منا عيلة كبيرة. عندي ضمة بقدونس انفرتميتها هيك، شلت منها العنود الكبار. وثلاث بصلات صغار هلا بدي قصهم. وعندي هيدي البندورة انا فرزها بالصيفية، كنت مفرزيتها بقصها هيك وبمدها على الصينية وبحطها بالفريزر. بس يتفرزوا بعبيهم بالكياس، بشيلهم وبعبيهم بالكياس. مثل هلا مقطوعة من البندورة ما إلي جلاد يروح على الستور، سو بستعمل شو عندي بالفريزر. هون ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة من 7 بهارات، وملعقة ملح. هيدي الأكلة ما بدها كتير سبايس بقلبها. بهارات. وطبعا اوف كورس للمراه تاعيتها انا مستعمله هيدا البندورة اللي كمان عملته بالصيفيه والفيديو تاعوله عندي بقناتي. اوكي، ومستعمله ملعقه كمان ملعقه صغيره من رب البندورة. واللي ما عنده بندورة من هيدا اللي انا عملت الصاص تاع البندورة في يستعمل علبتين صغار او علبه كبيره مثل هيدي اللي انا معيها. وهون اذا استعملتوا هيدي العلبه بكون تقريبا شال لتر لتر ونص من المي. انا اول شيء شو بعمل، بس شيل العنود تاعول شو اسمه هيدي البقدونس ما بكبهم. اوكي، عندي هون على النار حطيت طنجره وفي بقلبها مي، شويه مي تقريبا شفنجان لان استعملت البندوره، وحطيت العنود تعول البقدونس بقلبها، وحطيت بصلة مثل ما هي كمان ليغلو. وإذا عندكم كرافس سالوري فيكن تحطوا كمان بقلبها مع الماء، تعطيني الطعمة ولا أحلى من هيك ولا أروع. أوكي، هون بدي بلش أطحنهم. بكنش البصلة وبقصها هيك. فيكن إذا بدكن أكتر بصل فيكن أنتوا تزيدوا قد ما بدكن، بس كمان بزيادة بعتقد بزيادة، بس بقصها هيك. اوكي، وبحطهم بقلب المكنه اللي بدي اعملهم فيها. اوكي، شوي نشوف كيف صاروا. بدهم بعد ضربة صغيرة. بهيك بعتقد صار بزيادة عليها الفرم، لأن بدي ارجع افرم اللحمة معها. وبحط البهارات والملح، وبحط اللحمة بقلبها لحتى اعملها ضربة. ورح يحرحروا عيوني من البصل. شفتوني عم ببكي، ما بكون عم ببكي بكون من البصل الحرة. اوكي، رجع بقلبهم هيك. وقت بيعلقوا هنا بدكم تبرموها شوي. عيوني. اوكي، وهيك من بعد ما خلصت معي هيك صارت اللحمة صارت طرية كتير. هون انا حيرت البطاطا لحتى اقليها، حطيت تقريبا شي 6 بطاطات. انتو بتحطوا قد ما بدكن، يعني كل واحد حسب الكمية اللي بدو اياها. تنقص هيك وبتنقلها. اوكي، وبالنسبة للكفتة
بياخد قرص الكفتة هيك. طبعا مش كل واحد عنده جلافز بالبيت، عشان هيك انا هلا مضطرة عندي، بس رح اعملها بايدي لفرجيكم كيف بتمشى هيك لحتى يطلعوا كلهم نفس القياس تقريبا. يعني ما بسمكها كتير لان بدي اقليها، بعملها هيك. انا ما بحب هيدي الفكره اللي الناس بتعملها، بتحطها بالصينيه مثل ما هي بتمدها وبتحطها بقلب الافن بالفرن. عن جد اسمحوا لي فيها، بتعطي ريحه زنخه ابدا. مره اكلتها عن الناس، عن جد اكلتها بس لانه استحيت واكلت منها، ما بتتاكل بالمره. فاعملوا معروف الكفته لازم تنقلها، لازم لازم تنقلها. هون انا عندي ملعقه سمنه، اقل من ملعقة شوية بس بنقول ملعقة سمنة، ورح بلش اقلي فيها اللحمة اللي حطيتها بايدي. هيك مثل ما شايفين قرصتهم، بس افرجيكم اول ستاب اللي عملته بعدها بالملعقة. هول ما نشيل من الملعقة، اوكي. هيك طريقة القلب، لازم شوية تتركوها لحتى تستوي من تحت، بعدين بنرجع بنقلبها مثل هون مثل ما شايفين بقلبها برجع، اوكي. هالشكل نفرجيكم بالاول، هيك لازم تنقلها بهالشكل هيدا، اوكي. بنوص تحتها شوي. هلا هيك مثل ما شايفين هولي خلصت منهم، نقلوا عليكم كتير كتير منيح لحتى عطتني هالشكل هيدا. هذا هيك القلب. هلا وهون التريك اللي بينعمل حتى ابدا ابدا ما تزنخ معنا الكفته. عندي هيدي بهالطنجره، الطنجره الثانيه اللي هون انا عندي اللي قلت لكم عنهم اللي حطيتهم، شيل كل شيء منهم هولي لا ما بدنا اياهم. هلا بلش بسقط، بدي احطهم فوق اللحم شوي ليغلوا غلوه، اوكي. الشكل هيدا هيك يغلوا معي قلبي وحده. لانه انا بدي المراه تكون شويه مطعمه بقلب تاعيت القلي، يطلع لونها احلى وطعمتها كتير كتير طيبه، انه تروح الزنخه من هالاكل هيدي. هلا بنقلي البطاطا. هلا هيك مثل ما شايفين من بعد ما غليتهم من شويه، بدي اشيلهم وصفهم بالصينيه اللي بدي احطها بقلب الفرن. ليش بصفصفهم بالصينيه بهالشكل هيدا؟ انا ليش بحط اللحمه من تحت ما بحط البطاطا؟ لان بحس اذا بس حط البطاطا بكعب الصينية، بس حط البطاطا بكعب الصينية بحسها بتشرب الجوز تاعو للمرأة كلها بينشرب فيها. بهالطريقة هيدي بضلني بحافظ شوية على شوية مي اللي بفضلوا فيها المرأة تاعيتها، وإن شاء الله تجربوها نفس الشيء كتير طيبة. ايه بنكمل. كملها كلها، شيل الكمية كلها وبنبدأ بالصينية مثل ما شايفين هيك. وأنا بهالوقت عم بقلي البطاطا كمان. هلا
هيدين بدي اياهم يرجع، بس بالاول خليني اظبط الصينيه مثل ما شايفين هون. هيك مدهم كلهم هيك بالارضيه تاعت الكفته، كلها بالارضيه تاعت الصينيه منيح. عن جد ريحتها بتشهي وبتجنن. هلا باخذ البطاطا اللي قليتها وبحطها، ليكو شو نار ها، وبحطهم فوق الصينية بهالشكل هيدا. بخلص كل الكمية وبرجع. وهلا هيك من بعد ما مديت البطاطا وحطيتها هون بدي ارجع. ليكو هولي هولي، بس هن مش بالريسيبي، بس انا بدي احطهم فيها، لان بس حطهم بالصحن بيطلعوا كتير منظرهم حلو. عندي هون فليفله كبيره قصيتها هيك دواير وبحطها بقلب الطنجره مثل ما شايفين بالصينيه. كمان البصل فيكم تحطوهم فيكم ما تحطوهم، يعني هولي مثل ما انتم بدكم. انا بحبها فيها البصل، كمان بحط مور بصل بقلبها. اوكي يعني مش كتار، شي بصل كبير تقريبا قصيتها هيك. وهلا البندوره اللي مفرزه، يعني عن جد ليكو اكلنا منا مفرزه بالمره، بس شلتها طلعوا عن جد مثل اكلنا طازه. هون تقريبا اذا بدكم انتم تستعملوا البندوره بدكم لهالصينيه الكبيره اللي عندي، يعني بدكم تقريبا شي كيلو بندوره. طيب البندوره فيها كثير. اوكي بصفتهم هيك. هون انا محميه الفرن على 200 سلسيوس من تحت. اوكي بس خلص بحطها، وبدي احط بعد المرقه فوقها. كتير طيبه البندوره فيها، يعني ما تبخلوا فيها بالبندوره كتير طيبه. حطولها هذا شكله. انا بدي احطهم كلهم، واللي ما بحب البندوره في شيلهم على جنب، بس لازم تنطبخ بقلبها. هيدي هيك صارت. هلا هيدي المرقة غمرتها كلها مي، كلها مرقة غمرتها. كلها رشة ملح على وجهها. انا عم بستعمل هون هيمالايان سولت، البينك سولت، الملح. فيكم انتم تستعملوا اي نوع اللي انتم بدكم اياه. كمان بحب احط لها بعد بقلبها شوية بهار، 7 بهارات مشكلة على وجهها هيك. هلا صارت جاهزه معي لحتى تنحط بقلب الفرن، وبس تخلص بنشوف قديش اكلت معنا بقلب الفرن. وهيك صارت لازم تروح بقلب الفرن على الرف الثاني من تحت. الله معك. وهيك بنكون حطيناها وبنرجع. هلا هيك خلصناها سيزلينج اند سيزلينج، خلصوا
بتتقدم مع الرز. وهلا بنشوف كيف بنقدمها بالصحن. هلا هيك خلصوا، اخذوا تقريبا شي 50 دقيقة بالفرن، حطيتهم من تحت، رجعت حطيتهم شوي على الشوية من فوق. اوكي، هيدا الرز بيتقدم معه. هلا هيك خلصناها للأكلة وطلعت كتير طيبة وريحتها بتشهي، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هيدي هيك بتتقدم أو لحالها بدون شي، بتتاكل بالخبزة أو إنه بتتاكل محضر رز. أنا عملت محضر رز اليوم وكتير طيبة، وهلا بدي أقلكم إياها أرجع تاني مرة. بتمنى إنكم يا رب تجربوها وتعجبكم هالوصفة، وما تنسوا الاشتراك بقناتي وتعطوني بيج لايك. تفضلوا يا جماعة. كتير كتير طيبة، بتمنى انكم تجربوها.